الوغ انا اليوم الحضور ديالي انا اللي كندير متعوده كندير دائما مره حتى جوج مرات في السنه لقاء مع ما غاديش نقول لي فانز ديالي ولكن خواتاتي صديقاتي في لي ريزو سوسيو. وبما انني كنتعامل مع بيجوتري على اورغ ولا مجوهرات على اورغ في سونتر كوميرسيال بن عمر في المعارف، ف بجوجنا قررنا اننا هاد الناس اللي متبعيني اننا نحتفلوا بهم، انا عزيز عليا النشاط ومعروفه عليا، نحتفلوا معاهم نشوفوهم ويشوفوني. وطبيعة الحال كاينه واحد الطومبوله في اخر الحفل اللي غنربحوا فيه 10 ديال لي غانيونت، و او ميم طون كنديروا واحد لو كود. بغيت كنبغي انا كاع البنات اللي متبعيني عندهم امكانيات ما عندهمش امكانيات انهم تاهما يتفركسوا ويلبسوا، فدائما لو برينسيپ ديالي انا في انستغرام هو انني كنجيب لهم دي كود برومو ولا كنجيب لهم تخفيضات مع كاع الناس اللي كنتعامل معاهم. بحال الوالد ديالي المعقول يكون شويه في الدين باش يديني معاه حتى انا في الدين، يكون كيصلي حيت مهمه الصلاه عندي، ويكون راجل كاي راجل مغربي داكشي اللي كنا كنعرفوا الدك ديال زمان بحال الوالد ديالي الوالد ديالك. ما عنديش مواصفات زعما شي حاجه يكون شعره رطب وعينيه زورق داكشي، انا ما عنديش معاه، خصو غير يكون راجل بدراعه بالكلمه ديالو ويكون طيب، هادشي اللي كان. ميشن مغربي كيقول لك الغلب يعني ياك المحاكمه ديال صاحبتك غداش تبغى تقول لها؟ انا ما كنصاحبش مع الناس اللي عندهم محاكمات.